أهلا وسهلا فيكم. رغم مرور أكثر من قرن على إطلاق العلامة التجارية هارلي ديفيدسون، إلا أنها تظل الدراجة المفضلة لدى الكثيرين. يصل عدد المنتمين لمجموعات هارلي أكثر من 1,000,000 شخص في 1,400 ناد حول العالم. خلونا نشوف ونتابع تفاصيل أكثر مع شباب هارلي الغربية، تابعونا. تعتبر أسعار دراجات هارلي مرتفعة الثمن، تتراوح أسعار دراجاتها بين 40 و180 ألف ريال. هذه الدراجات النارية يكون لها تجهيزات كثيرة وأكسسوارات تضاف على الدراجة النارية، تصل تكاليف تلك الكماليات إلى مبالغ ضخمة. بعض ملاك هارلي يطلبون تلك التعديلات ويسيرون في مجموعات كبيرة ومختلفة، حيث هناك أكثر من 1,000 عضو مسجل في نادي ملاك هارلي جدة. أي واحد مشتري دراجة نارية هارلي ديفيدسون لسنة مجانية وبعد كذا بيجدد لسعر رمزي، بينضم لبقية الأعضاء وفي تجديد كل سنة لسعر رمزي هذا كعضو عالمي، بعد كذا بينقل عضوية كانضمام لشابتر جدة مثلا. وطبعا في تنسيق من قبل المطوعين سواء جدة أو خارج جدة. لا تقتصر الدراجات النارية على كونها مجرد وسيلة انتقال سهلة وسريعة، بل يعتبرها ملاكها أيضا هواية كغيرها من الهوايات، لكنها ترتبط في أذهان الكثيرين بانطباعات سلبية، لا يجعل مجموعة ملاك هارلي يستمرون في ممارسة هوايتهم وسط تحفظ المجتمع وانتقاده لهم. عندنا نظام معين في السواقة نلتزم فيه للسلامة أولا، واثنين لعدم إزعاج الغير، وهنا من هذا المنطلق احنا بنقول انه احنا جدة غير. لكن عندنا حاجة تانية يمكن ما كثير ما أدروا عنها، اللي هي مشاركاتنا في المناسبات التطوعية لدعم هذه المؤسسات التطوعية ودعم هذه المناسبات ونشر الوعي بين الناس. للدراجات النارية متعة خاصة في القيادة والإثارة، ولدراجات هارلي هواتها الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها أو البعد عن عالمها، يجمعهم عشق قطع المسافات الطويلة بين مدن المملكة وحتى إلى الدول المجاورة على دراجات نارية ذات مواصفات عالية. عندنا مشاركات داخلية تتمثل بزيارات لتنشيط السياحة داخل المملكة العربية السعودية، زيارة مدن أخرى مثل الطائف، الباحة، أبها، عسير، بيتم التنسيق فيها وأخذ التصاريح اللازمة من الجهات الأمنية المعتمدة لتسهيل عملية انتقالنا من مدينة لمدينة، زائد المشاركات الخارجية اللي هي بتتمثل بزيارتنا لدول أخرى موجودة ضمن نطاق منطقة ميدل إيست نورث أفريكا. عشق ووقت ومال يحتاجها راكب الهارلي لممارسة هوايته على دراجة لا تقل خطرا عن الدراجات النارية الأخرى، لكن ممارسة الأعمال التطوعية والخيرية يبقي لها طابعا خاص في المجموعات العربية، بدراجات تعادل أسعارها أسعار السيارات الجديدة، والتي تحول عشق بعض هواتها إلى اقتناء أكثر من دراجة في آن واحد، إلى تغيير اكسسواراتها بشكل دوري ومتابعة كل ما هو جديد في عالم الهارلي. من جدة، سلطان العصيمي، قناة المجد. يوم جديد.